كتيرة من الإذاعة المصرية وأجيال كتيرة من الإعلام المصري للأستاذ وجد الحكيم العملاق الإذاعي الكبير صن وجيل العمالقة، من كان يعرف أسرار عبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب وجميعهم. هؤلاء كان يتعامل معهم وجد الحكيم كتفا بكتف، ثقافة بثقافة، وكان أمين عليهم وهم أمناء عليه، وده اللي مثل قوة مصر الناعمة. ربنا يدينا أكتر من وجد حكيم، وتظل الإذاعة المصرية وتظل مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون غني بأبنائه، ويبقى جيل بيسلم لجيل وهم الصادقون ونحن الرحمون.